مشاهدينا متابعينا الاعزاء حضرنا الكريم، ما زلنا متواصلين في منافسات هذا الصباح وانطلاقات وتواصل سن المفاجات وسن الحقائق من مسافه الاربع كيلومترات التي تروي لنا تواجد هذه الشعارات المتنافسة والمنطلقة على أرضية ميدان التحدي لنتابع هذه الانطلاقات المتواصلة. شوطنا العاشر بتعداد أشواط هذا الصباح، نتابع في هذا الشوط ما يقارب 60 اسم مشارك متواجد في هذه الانطلاقة. كما أيضا نذكر بصاحبة أفضل توقيت زمني تسجل معنا في هذا اليوم، هي صاحبة الشلفة الفضية الشاهنية اللي تواجدت في أول أشواطنا لهذا اليوم. نهني أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري من قدم لنا الشاهنية، من حظت على الشلفة ورمز الإنتاج، توقيتها 6:03:28 جزء من الثانية، كما تتابعون عبر شاشة قناة الريان الفضائية لحظة وصول الشاهنية إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس ومسجلة التوقيت الأفضل. 6:03:28 جزء من الثانية. شكرا أحمد السادة على إرصاد أيضا اللقطات المميزة وعلى موافاتنا بكل ما هو جديد والنقل المميز لهذا المهرجان الغالي. نبدأ مباشرة مع أول المراكز لنتابع من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة مع أول المراكز. من يفتتح النداء مع المقدمة يتواجد السناوي سعد بن عبد الله بن علي الفيدة المري على المركز الأول. ثاني المراكز يتقدم مجد راشد بن خاتم بن محمد بن خاتم الشامسي، والمركز الثالث شعار بن سلامة من الجانب الأيمن ينطلق مع بحر حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجي. ورابع المراكز أتابع تواجد طاقي مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. وخامس التحديات يتقدم الطماع مسفر بن مبارك بن مسفر الشواني، من يمتلك الطماع المتواجد على المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط، وهذا أول أشواط القعدان لأشواطنا النقدية المتواجدة والمنطلقة والمتنافسة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى السناوي اللي يقود الأسماء، يقود الأسماء مع مقدمة هذا الشوط. السناوي الرهاوي بأدائه بانطلاقه مع مقدمة هذا الشوط. سعد بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري، من يمتلك هذا الشعار، من يقدم لنا السناوي مع المركز الأول. بحر على المركز الثاني يقوص بحور الناموس لينطلق على ثاني التحديات ليجلب الناموس بانطلاقته وتواجد شعار حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. والمركز الثالث الله يا الأسماء اللي بدأ تظهر بهذه اللحظات، انطلق مكلف محمد بن صالح بسالم النابت المري ينطلق شعاره الى المركز الثاني. ثالث المراكز يتواجد طاقي مكتوب بن سعيد بن منانه بن اختير الاكتبي. المركز الرابع اتابع تقدم وقدوم التبر سالم بن علي بن محمد بن ذيب النابت. والمركز الرابع يتقدم من الجانب الايمن ليتواجد مشوش سالم بن سعيد بن مصبح المخمري، والوصول ايضا من شعار بن عمارة وصل مع وليف علي بن طالب بن علي الجربوع المري. وأعود إلى الصدارة، أعود مع أجواء الأمتار الأخيرة والكيلومتر الأخير بحضور الأسماء القوية بتقدم أول المراكز. الله يا السناوي، السناوي ما زال رهاوي بالانطلاق، متميز بالانطلاق مع أول المراكز. سعد بن عبد الله بن علي الفيدة المري وصلت الأسماء. يا سلام
الحرم، انطلق التبر إلى أول المراكز، انطلق إلى الناموس، انطلق إلى التتويج، انطلق إلى قيادة هذه الأسماء بشعار رسالة بن علي بن محمد بينهم في بن نابت. المركز الثاني ما زال مشوش في دائرة المنافسة مع المركز الثاني، مشوش سالم بن سعيد بن مصبح المخمري، ثنائية جميلة، ثنائية مميزة، التبر مشوش ولكن مشوش ينطلق مع الصدارة، يغير باللحظات الأخيرة لينطلق بناموس هذا الشوط، ليذهب بالتتويج، لينطلق شعار المخمري مع الصدارة مع المقدمة ومع تواج مشوش سالم بن سعيد بن مصبح المخمري مع أول المراكز ومع ناموس هذا الشوط ومع التتويج. السلام إلى الجمري مع انطلاقة هذا المركز الأول، والسلام لأبناء الباطنة إلى أبناء السلطنة، سلطنة عمان على هذا الفوز وعلى حصول مشوش على المركز الأول ثاني المراكز. وصل مشاهدينا الكرام شاهين لعامر بن سعيد بن سالم العامر المركز الثالث، كان الوصول من قبل التبري علي بن مسعود بن راشد الفيدي المري المركز الرابع. وصل مشاهدينا الكرام عجلان لجابر بن عبد الله بن جابر الفيدي المري خامسا، كان الوصول من السناوي سعد بن عبد الله بن علي الفيدي المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا هذه المنافسه ونتابع ايضا هذه اللقطه الجميله لجماهير هذه الرياضه، وايضا تواجد الجماهير اللي يتابعون هذه المنافسات ارضيه ميدان التحدي. نرحب بجميع المتابعين سواء ارضيه الميدان ام من خلف شاشات قناه الريان. 6 دقائق 16 ثانيه، 6 أجزاء من الثانيه، ثاني التبريكات لمالك مشوش اللي فاز معنا، نهني مالك سالم بن سعيد مصبح المخمري ثاني المراكز. كان الوصول من قبل المشاهدين الكرام شاهين، 6 دقائق 18 3 أجزاء من الثانية، الثاني التبريكات لعامر بن سعيد بن سالم العمري، التبر وصل على المركز الثالث، توقيت الزمن 6 دقائق 18 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، الثاني التبريكات لعلي بن مسعود بن راشد آل فهيدة المري.